Aujourd'hui de moderer cette conférence sur la conduite responsable des entreprises au Maroc et particulièrement s'interroger sur la place accordée à nous. معهد ينظم اليوم ندوة حول حقوق الإنسان والمقاولة في المغرب مع طرح سؤال محدد وهو أي دور للمقاولة في المحافظة على الماء. كما تعرفون المغرب يواجه أزمة كبيرة فيما يخص الماء، فهناك مناطق متعددة اللي كيكون فيها اللي كنتحدثوا فيها ديجا على لو ستريس إدريك، يعني عندنا واحد القلة في الموارد المائية، عندنا كذلك المسألة ديال تلوث ديال المياه اللي حتى هي كيواجهها المغرب. حقيقة المغرب قام بمجموعة ديال السياسات أو برامج عمومية من أجل مواجهة هاد المسألة ديال قلة المياه، وكذلك من أجل تحسين طريقة تسيير المياه اللي عندنا في المغرب سواء على المستوى المجالي أو على مستوى الاستهلاك ديال المواطنين أو على مستوى المقاولة. فالمغرب مثلا دار واحد الإطار قانوني، دار برامج هامة من أجل اون ميور جيستيون دو لو، ومع ذلك هاد المسألة كتبقى مطروحة بأساس ماشي فقط في المغرب ولكن كذلك في مجموعة ديال الدول لا في المنطقة اللي كنتميو لها ولا عالميا، يعني هاد مسألة تواجه مجموعة ديال الدول. نحن المقاربة ديالنا كمعهد من أجل تفكير في حلول، شنو اللي كيدار اسي سوفون هو ان كل فاعل كل متدخل فيما يتعلق بمساله المياه ويفكر في حلول على مستوى القطاع ديالو، مثلا المقاوله بوحدها، المستهلك بوحده، المجتمع المدني بوحده، الدوله بوحدها. اذا احنا على مستوى المعهد تنقولوا في اشكاليات معقده واللي كيدخلوا فيها مجموعه ديال المتدخلين اللي هما مختلفين، لابد من تفكير جماعي فيما يخص الحلول. وبالتالي الندوة اللي كننظموا اليوم هي من خلالها كنحاولوا باش نشوفوا المقاربات المختلفة ديال الأكاديميين، ديال القطاع الخاص أي المقاولة، ديال المجتمع المدني فيما يخص كيف ما هي أحسن الطرق من أجل المحافظة على هذا المورد الأساسي اللي هو المياه في المغرب. وبالتالي الحلول ستنبثق من خلال التفكير الجماعي، يعني لما كانش عندنا تفكير جماعي وفهمنا المقاربات ديال المقاربات ولكن كذلك الضغوطات اللي كتجي على المقاولة، اللي كتجي على الدولة، اللي كتجي على المستهلك، على المجتمع المدني، لا يمكن أن نجد أن نصل إلى حلول فيما يخص هاد المحافظة على المياه في هاد القطاع. وطبعا الضوء ديالنا من خلال هاد الندوة هو دور القطاع الخاص، أن هناك مجموعة ديال الندوات والأشياء اللي كنتحدثوا فقط على المستهلك، كيف المستهلك يمكن له باش يحافظ على المياه، ولكن المقاولة كذلك في حال أشرتوا كتستعمل المياه على مجموعة ديال المستويات. يعني إلا خدينا فقط القطاع الفلاحي، فالقطاع الفلاحي يستهلك، هو المستهلك الأكثر ديال هذا المورد اللي هو المياه، سواء على مستوى لاغريكولتور بريمير او لا على مستوى لاغرو اليمونتير، يعني في لا ترانسفورماسيون، تحول ديال هاد لي برودوي اغريكول.